كتاب ربي للهدى ينادي أن أقبلوا للعلم والرشاد. نور من الرحمن قد أتانا للخير والفلاح خير زاد. للخير والفلاح خير زاد. إذا تحدثنا عن المنهج فإننا نتحدث عن شيء مطارد، وإلا فإذا أردنا أن نصف مصنفات أبي عمرو الداني فمواصفات عدة يمكن أن نجدها في مختلف هذه الكتب، لكن أنا أبحث عن الشيء الذي يتكرر في جميع مصنفاته. أول ميزة هو أولاً كثرة التصنيف في مختلف علوم القرآن دون استثناء، وهذا أشار إليه ابن خلدون في المقدمة في النص الذي تلاه علينا الأستاذ عبد الهادي. ثم أنتقل إلى شيء آخر، لأن هذه الحقيقة مقررة مؤكدة. أنا أريد أن أقف على بعض ما ينبغي أن، لا أقول أن نظهره، لكن ما ينبغي أن نقف عنده ونحقق القول فيه. وأبدأ ابتداء بمنهجية عجيبة عند أبي عمرو الداني، هو أنه كان يبدأ أول ما يبدأ في كل صنف في كل علم يبدأ بإخراج كتاب موسوعي، ثم يليه باختصار لذلك الكتاب، ثم بعد ذلك يحقق بعض مسائل ذلك الفن تحقيقا في رسائل وكتب منفردة. وهذه منهجية عجيبة في كل علم تقريبا خاض فيه الإمام أبو عمرو الداني. وأذكر ابتداء علم القراءات، فأخرج للناس جامع البيان، وقيل أن له كتابا أوسع منه هو التمهيد، ثم اختصره في التيسير الذي نظمه الشاطبي، وصار هو أصل هذا الحقل المعرفي القراءات القرآنية. في علم الرسم أو في علم الوقف والابتداء له الكتاب الذي سماه هو بنفسه في المكتفى، سماه كتاب الوقف والابتداء، وسماه غيره بالاكتفاء في معرفة الوقف. هذا كتاب موسوعي توسع في بيان الإعراب وأوجه الوقف واختلاف القراء والنحاة في وقفات القرآن، ثم اختصره في المكتفى الموجود بين أيدينا المطبوع. في علم الرسم له التحبير واختصره في المقنع. في علم الضبط له المحكم واختصره في النقط الذي ديل به المقنع. في علم في مقرأ الإمام نافع له التعريف، وقيل أن له كتاب أوسع من التعريف، له كتاب أوسع من التعريف، له التمهيد أستاذ، له التمهيد وضبطه واختصره في التعريف. إذن وهكذا في العلوم كلها. بينما لو لاحظنا مكي بن أبي طالب أو المهدوي فلكليهما منهج آخر في التصنيف. الإمام مكي جعل كتابا من كتبه هو الأصل وهو التبصرة، صنفه في المشرق سنة 391 للهجرة، ثم كل ما صنفه بعده ألحقه بها أو أتبعه هذا الكتاب، لا أقول ألحقه لأن هذا المصطلح يستحسن نستعمله مع المهدوي. فكان قد وعد قراء التبصرة، أولا أول ما رجع إلى الأندلس اختصر كتاب التبصرة لتلامذته، ثم كان قد وعد قراء التبصرة وعدهم بتقديم التوجيهات متعلقة بالتبصرة، فأردفه بالكشف، ثم الكشف احتاج فيه إلى أن يقدم شيئا من الأصول متعلقة بالأحرف السبعة وهكذا، فأخرج الإبانة في معاني القراءة. ثم إذا كان التبصرة قد ذكر فيه الخلف، ففي الرعاية في مقدمة الرعاية ذكر الاتفاق، وقد نبه على أن الفرقة من الفروق التي ركز عليها أبو طالب مكي بين التجويد والقراءات هو الخلف والاتفاق. قال الخلف متعلق بالقراءات والاتفاق متعلق بالتجويد. إذا لاحظوا أن أبو طالب مكي يختلف في منهجية إخراج الكتب وتصنيفها عن أبي عمرو الداني. المهدوي له منهج خاص كذلك. المهدوي لا يتبع الكتب وإنما يلحقها. المهدوي أخرج كتابا ثم جعله مقدمة وجعل له ديلا، لاحظوا، ثم ذاك الكتاب أردفه بتوجيهاته وهكذا، يعني كتاب واحد يردفه يجعل له مقدمة ثم يجعل له ديل. بينما الداني كما لاحظنا وهو الذي يهمناها هنا كيف أنه كان يخرج للناس كتابا موسوعي ثم يختصره ثم يحقق ويدقق ويحرر بعض مسائل ذلك الفن في كتب مستقلة. أنتقل إلى معلم آخر من معالمه،
إلى معلم آخر من معالمه وهو معلم الرواية والأثر. هذا المعلم الذي كل من قرأ كتب الداني سيلاحظه لابد في كل كتبه يعتمد على الرواية والأثر، حتى أن مثلا عبد الهادي حميته وهو يحقق في منهج الداني يسميه المدرسة الأثرية في مقابل مدرسة الأثر في مقابل مدرسة الدراية، وهما مدرستان تنازعتا علوم القرآن في بلاد المغرب. فكان التقدم في البداية لمدرسة القيروان وهي ذاتها مدرسة الدراية مدرسة مكي بن أبي طالب وغيره، ثم في بداية القرن الثامن الهجري انتقل أهل المغرب من هذه المدرسة إلى مدرسة الأثر وتسمى كذلك مدرسة قرطبة. وفي هذا التنقل بحث ماتع ونافع ورائع لمن أراد أن يحرر القول فيه. إذن الأثر، الرواية، النقل، امتازت كل كتب الداني بهذا، حتى أنه كان يقدم بعض الروايات على بعض لأنها أسند وآثر كما كان يقول. شيء آخر كذلك هو منهجه واختياراته. قد يقول البعض هذه العلوم كلها نقلية، كلها نقلية، فلماذا آثرنا الداني بهذا الوصف دون مكي ودون المهداوي؟ لأن المدرسة القيروانية كانت تجتهد كثيراً أحياناً، وللأسف الشديد كانت تنشئ وتبني أحكاماً على التوجيهات كما فعل الداني فيها الضمير في الوقف عليها الضمير بالإشارة، وكما صنعوا في الراءات. لهذا سموا هذه المدرسة بمدرسة الدراية والأخرى بمدرسة الأثر والرواية. منهجه السلفي ظاهر في 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 القصيدة، اسمها القصيدة أستاذ، قصيدته الوافية، وأعتقد أن بعضنا سيقف له مداخلة بخصوص هذه القصيدة. منهجه السلفي ظاهر في هذه القصيدة، لكنه ظاهر في كتبه كلها. لاحظوا أنه في الرسم ما اختلف المتقدمون والمتأخرين في شيء إلا رجح مباشرة قول السلفي، ومثل ذلك في 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 الضبط. لاحظوا أن أبا عمرو الداني كان سبباً في حفاظ أهل المغرب على نقط الدؤالي دون شكل الخليد إلى غاية المئة السادسة، إلى القرن السادس، يعني 500 وشيء. كان سبباً في الحفاظ على هذا النقط دون شكل الخليد الذي غلب على أهل المشرق. ونلاحظ مثلاً في بعض المسائل التي تناولها، مثلاً في بعض النصوص له في إدغام الضاد في الشين، إدغام الضاد في الشين، لما يذكر مذهب المجاهد للسوسي كيف أنه أدغم الضاد في الشين في موضع دون آخر رغم أنه لا خلف بينهما، فهو يرجح أن الإدغام لا يكون إلا في الموضع الأول دون الثاني، ويقول لأنه هذا هو المروي عن السلف حتى وإن قال بغير ما قال الداني غير واحد من القراء. ومثل ذلك يقول في بعض المصطلحات كتسمية المدي، مد القصر الطبيعي كما نسميه، بعض المتأخرين اختلفوا في الاصطلاح عليه، هل يطلق عليه المد هكذا أم يطلق عليه القصر؟ فهو جوز الاصطلاحين انطلاقاً من مذهب السلفي. مكي عليه رحمة الله كان يتوسع في الاجتهاد على خلاف الداني، وكان أحياناً ينطلق أستاذ مازال الوقت، كان أحياناً ينطلق في اجتهاداته من توجيهات دقيقة، إذا لأنه بقي دقيقة فقط، كان بودي أن أذكر شيئاً من اجتهاداته، شيئاً من تعليلاته في باب الرسم، في علم الرسم كل الرسم بناه على الرواية والنقل إلا باباً واحداً هو الهمز. كل ما ذكره الداني في كتاب المقنع إنما استوحاه مما رواه ونقله إلا باب الهمز، ذكر في آخره قل هذا ما يدل عليه القياس. لماذا؟ لأن الهمز أصلاً ليس ظاهراً من ظواهر رسم العثماني. الهمز أحكام الهمز كلها تندرج في الحذف وتندرج في البدل، وإنما ذكر الهمز منفرداً لكثرة مسائله وحتى نسهل على طلبة العلم ضبطه وحفظه ليس إلا، وهذا من دلائل إثاره للنقل والرواية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كتاب ربي للهدى ينادي أن أقبلوا للعلم والرشاد، نور من الرحمن قد أتانا للخير والفلاح خير زاد، للخير والفلاح خير زاد.